ثمة مواقف بيننا وبينهم تنقلب الموازين بينما أن يكون شاب غافل يسبح في لجج المعاصي والذنوب، ثم تجده يصعد المنابر وربما والله احترقنا أنفسنا أمامه. أقف يوما يا أخواني بعد أحد الفرائض، أحدث في أحد الجوامع، ما إن خرجت إلى سيارتي يأتي إلي أحد الشباب وعليه سم المعاصي وأثر الذنوب، أنه ذو باع في المعاصي والذنوب، ويقول: يا أخي ألقيت هذه الكلمة، هل أنت تقصدني بهذه الكلمة؟ لا والله، ومن أنت؟ ثم تغير وجهه وأجهش بالبكاء وقال: يا أخي مللت من المعاصي، مللت من الذنوب، أعزكم الله وأكرمكم، مللت من اللواط، مللت من المخدرات، مللت ما مللت. وقال أشياء والله الذي لا إله إلا هو أنه يتكلم وأنا يقشعر جلدي مما ذكر. قلت: طيب نلتقي بعد صلاة العصر إن شاء الله. ذهبت به بعد صلاة العصر إلى أحد المكتبات الإسلامية أو التسجيلات الإسلامية، واخترت له مجموعة من الأشرطة، وظننت أنها ساعة وتذهب. سافرت إلى هذه المنطقة، وبعد 10 أيام يتصل علي ويقول: يا أبا عبد الله أريد أن أقابلك ضروري. ثم قابلته بعد 13 يوم، وإذا بالوجه يتغير، وإذا بالنور يشع، وإذا باللحية تنبت، وإذا بالثوب يقصر، ثم يستمر على ذلك، ثم يثبته الله ويأتي إلي ويقول: يا أخي رزقني الله بنعمة، رزقنا الله بنعمة، كيف أصون هذه النعمة؟ وجد السعادة يا أخوان، طرق أبواب المعاصي، طرق الذنوب، طرق اللهو، اللعب، ولكن الأبواب مغلقة. يوما اتجه إلى الله جل جلاله عرف السعادة، فيقول: والله أني أخشى لو أن أحدا يقول هذا مجنون، وإلا ضحكت بيني وبين نفسي. ثم يعين مؤذن لأحد المساجد، وهو الآن مؤذن لأحد المساجد، ادعو له بالثبات. فالشباب فيهم خير كثير، ووالله لا أتحمل كلمة يقال مجتمع شباب وأتأخر عن ذلك، لا والله. لماذا؟ لأن قطفنا الثمر يا أحبابي. شباب، تجد الشاب من أهل الضياع، من أهل المعاصي، تشمئز من رؤيته، ثم بين لحظة وأخرى وإذا هو خير منك، ولكنهم بحاجة إلى من يدله من الطريق، بحاجة إلى من يأخذ بأيديهم حتى يعرفوا ماذا يعرفوا. الحق يا أخوان، يعرفوا الحق. ما سر الوجود في هذه الحياة يا أحبابي؟ سر الوجود في هذه الحياة ما هو؟
ليعبدون، لا ليلهم ولا ليلعبوا ولا ليسرحوا ولا ليضحكوا ولا يضيعوا الأوقات ولا ما تشاهدون هذه الأيام عن الكرة وماذا قال فيها فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين. يقول: قطعة بلاستيك تطردها مجانين، هذا تصنيفه لها. نعم يا أحباب في الله، وظيفتك بأن تعلم أن الله جل الله يقول: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. نعم أحبتي في الله، يوم أن تعرف سر الوجود في هذه الحياة تكون ممن عرف الطريق ولزم الطريق، وكان من قال فيه صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل ما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. كم من شاب يا أخي حافظ على الصلوات، يا أخي اترك الدخان، يا أخي لا تعق والديك، ويقول ادعي يا أخي، تجد في الشارع، وهذا مشاهد يا أخوان لا نتكلم بالخيال، تنصح عن الدخان يقول ادعي لي مطول، وسجارة في ثمه. ما النتيجة؟ قلت لأحدهم: يا فايز يا فايز، قد سلكت الطريق الصعب، ولكن أخشى أن تكون عبرة لغيرك، وما هي أيام إلا ويقع ثلاثة من إخوانه من أصدقائه في حادث في تفحيط وينجوه، فقد سلمك الله في هذه اللحظة، وانتبه لما بعدها. أحدهم كان من أرباب المعاصي ومنذ سنوات أتيته نصحت عدة مرات ولم يستجب، أتيت بعد سنوات وقلت: يا أخي ها أنت قد جاوزت 30، وكم سجنت من المرات، وكم تعذبت من الذنوب والمعاصي. قال: يا أخي والله ما بقي إلا هذه يقطفونها. وهو من هذه المنطقة، انتظرت بعد فترة وسألت عنك: ما أخبار فلان؟ قالوا: خرج إلى الشارع وهو سكران، وصدم ومات وهو سكران، ويبعث يوم القيامة وهو سكران، فإن من مات على شيء بعث عليه. ولكن ننظر يا أحبتي في الله إلى الجانب المشرق، إلى الجانب المشرق في الشباب، لأن الشباب بحاجة إلى الموعظة، وخاصة أهل الشوارع الذين يطوفون الذين يفحطون، والله إنهم بأمس الحاجة، وهم من أقرب الناس من واقع تجربة يا شباب. إذن الحمل على أهل الصلاح كبير، لأنك يا أخي الصالح قد رزقك الله سبحانه وتعالى وتذوقت طعم الهداية وذقت طعمها، فبقي أن تزكيها بنصرة إخوانك بأن تأخذ بأيديهم
إلى طريق الصلاح. نعم يا أحبابي في الله، يوم أن تتأمل وجودك في هذه الحياة وتنظر إلى ما أراده الله منك، فإن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحد، فإن الله جل جلاله حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرم، فإنه سبحانه وتعالى غني عنا كما قال جل جلاله: إن تكفروا فإن الله غني عنكم، ولا يرضى لعباده الكفر. إن تكفروا فإن الله غني عنكم وإن الله لغني عن العالمين. ومع ذلك لا يضيع من أجر من أحسن عملا، ومع ذلك يقول في الحديث الطويل: يا عبادي يا عبادي، لأن قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك من ملك شيئا. يا عبادي، لأن قال جل جلاله في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذا علمت هذا يا أخي فامسك بلجام التقوى، فتزود يا أخي فإنك مقدم على الله جل جلاله. يا أخوان، كم أعماركم؟ اختلفت، يا ابن العشرين، يا ابن الخامس عشر، يا ابن الخمس والعشرين، يا ابن الثلاثين، يا ابن الأربعين. إذا كنت صاحب العشرين فأنت 20 سنة وأن تسير للقبر، 20 سنة وأن سائر للقبر، والقبر مكانة، القبر ثابت، أيامك معدودة، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذن منذ 20 سنة وأنت السبت الأحد، السبت الأحد، السبت الأحد، الأسبوع، السنة تسير إلى هذه الحفرة، ما يوم يقضي من عمرك إلا ويذهب. فكما قال الحسن البصري: كيف يعصي الله من يومه يهدم شهره يهدم سنته، ويومه يهدم شهره وساعته تهدم يومه. ويقول: يا ابن آدم إنما أنت أيام مجموعة، إذا ذهب يوم ذهب بعضك. إذا علمت هذا يا أخي وعلمت أنه لا ينفعك أحد، لا قريب ولا حبيب ولا والد ولا والدة ولا زوج ولا مال ولا غيره، فقدم لنفسك فستدفن وحدك وتكفن وحدك ويصلى عليك وحدك وتلحد وحدك وتقف بين يدي الديان وحدك. إذن من مهرب فر إلى الله، فر إلى الله جل جلاله. يا أخوان، كم شاب كفلناه، كم شاب رحل على غير طاعة الله. يقول لي أحد الصالحين، يقول: كنت خارج وعسكري في المدينة العسكرية في حفر الباطن، يقول: كنت خارج من المدينة العسكرية ذاهب إلى الرياض، عندما أتيت البوابة يقول: ما معي سيارة. ذهبت إلى أصحاب التكاسي عند البوابة فوجدت معه 2 وأنا الثالث. قال: تركب معنا يا مطوع حياك الله، لكن الأغاني والدخان لا تمنعنا.
كتب الدنيا الله خير منك. يقول فشغل السيارة وانطلق. يقول ما لبث 10 دقائق إلا وآتى راكب آخر أو سائق تاكسي آخر، وركبت أنا ومجموعة معي وذهبنا. قبل ناصر نقطة تفتيش أم الجماجم، يقول إذا بالحادث أمامنا، وإذا هو بصاحبي وأصحابه، وإذا بالسيارة قد انطبقت عليه، والثلاثة أتدرون من هو الحي؟ المسجل فقط على الأغاني، المسجل فقط. يقول ذهبت بفكري إطفاء المسجل فقط، أحاول أدخل يدي، السيارة قد صارت كومة من حديد. ذهبت أحاول، قال لي أحد الأخ يا أخي أصبع السيارة حتى تطفي السيارة كلها، أصبع البطارية. انظروا يا أخوان، لو قيل له هذا ما ينتظرك ماذا يقول؟ ماذا يقدم يا أخوان؟ إذن الحياة قصيرة، الحياة قصيرة، فأنت بحاجة إلى الله جل جلاله، بحاجة إلى أن تقدم لنفسك، بحاجة إلى أن تتزود بالطاعة وتقدم لنفسك، إذا علمت أنه لا ينفعك إلا ما قدمت. فتزود بالتقوى واجعل التقوى بين عينيك، وتذكر أن الله جل جلاله له 99 اسم، ضمن هذه الأسماء رقيب. إن الله كان عليكم رقيبا. إذا كنت في السيارة فتذكر أن الله رقيب عليك، إذا كنت في الغرفة فتذكر أن الله رقيب عليك، إذا كنت تقلب في شاشة الجوال فتذكر أن الله رقيب عليك، إذا كنت في الخلوات فتذكر أن الله رقيب عليك. إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. وقبلها يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. نعم أخي، نعم أخي، المسلك السليم بأن تلزم طريق التقوى. وربما يقول قائل كيف الطريق؟ هي وصية الله، هي وصية الله بأن تتزود، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وتزودوا، لو أن أحدكم ذهب إلى منطقة حتى لو كان في السيارة ذهب إلى منطقة ولم يتزود أو لم يزود السيارة بالوقود، انتصف الطريق وقال يا ليت يا ليت. ولو ذهب إلى مكان وليس معه زاد وانقطعت به السبل ماذا حاله؟ إذن الله جل جلاله يقول فتزودوا فإن خير الزاد التقوى. نقف، كيف التقوى وما هو هذا الزاد؟ إذا كان الله سبحانه وتعالى يقول ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ووصى بها حبيبه صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي اتق الله، ووصانا صلى الله عليه وسلم بقول اتق الله حيثما شئت، اتق الله حيثما شئت، في أي مكان شئت، في أي مكان كنت اتق الله. انظر إلى هذا التعريف الجميل من علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يا من يريد النجاح، يا من يريد الفلاح، يا من تعلم أن الله خلقك لعبادته، يا ابن آدم، يا ابن آدم الذي قال الله له اهبطوا في الأرض ولكم في الأرض مستقر ومتاع. على طول إلى متى يا إخوان؟ إلى حين، إلى
الكلام إلى حين تعلم أنك راجع إلى الله سبحانه وتعالى. يقول رضي الله عنه عن ابن أبي طالب في ذلك التعريف الجميل، يقول: تقوى الله، احفظ هذا التعريف واجعله بين نصب عينيك، تقوى الله هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. إذا عرفت هذا وحفظت هذا أخي، اجعله بين عينيك، فمن أعلى شعرة في رأسك إلى أخمص القدم. إذا أردت النجاة يا أخي، من أعلى شعرة في رأسك إلى أخمص القدم اعرضها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فستجد السعادة في الدنيا والآخرة. فستجد قول الله جل الله في كتابه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. العينان لا تنظر إلا فيما يرضي الله، اللسان لا ينطق إلا بما يرضي الله، اليدان لا تبطش إلا بما يرضي الله، الجوف لا يدخله إلا ما يرضي الله، الرجلان لا تذهب إلا ما يرضي الله. لا أريد الإطالة عليكم، ولكن يا أخي كن كيسا كما قال صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل ما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فما تخفي والله ما تدري، والله ما تخفي لك الأيام تحت ستورها. أحد الأخوة الشباب كان يصلي معي في نفس الجامع الذي وإمه من حفظ كتاب الله، وقبل وكان يتحدى الشباب في حفظه، يحفظ كتاب الله. يا أخوان والله التقيت بالقراء والحفاظ، والذي لا إله غيره ولا رب سواه ما وجدت أحفظ منه ولا أثقل منه لكتاب الله، والله إنه يتحدى الشباب. يذهب من حفر الباطل يوم الخميس قبل الماضي، وكانت الأخ مصري، كان مدرس في عنيزة لغة إنجليزية، وانتقل إلى حفر الباطل لثلاث سنوات في حفر الباطل، ويأتي كانت في رحلة في مطار القصيم إلى 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 مصر مباشرة، فنزل أحد الأخوة وذهب إلى عنيزة، يحب عنيزة حبا جما، فيقع عليه حادث، وكان وقتها مطر، وقت مطر، فخرج على المسار الأيمن، فإذا تريلا واقفة في الطريق، أراد إرجاع السيارة فتزلجت في الماء فارتطم ثم توفي رحمه الله رحمة واسعة. والله الذي لا إله غيره، أنا ممن غسله وكفنه، إننا ما نغسل وجهه إلا ويشع النور. والله أن أحد الأخوة يقول يا أبو عبد الله، الرجل يبتسم، انظروا كرم الله. كان يا أخوان يوم الخميس في الليل، كان من المستحيل عندما أتي إلى ثلاجة الأموات قال: يا أخي مستحيل، أتكلم بالخيال يا شيخ، أتكلم بالخيال، هذا أجنبي، مستحيل أن صلوا عليهم الجمعة، مستحيل. لماذا؟ إجراءات من السفارة، موافقة من السفارة وتصريح دفن، موافقة من والده، جوازها الأساسي، جوازها الأساسي في إدارة التعليم، خميس الجمعة مسكر عليه في أدراج إدارة التعليم، الموافقة، كان من المستحيل. قال: مستحيل، قبل سبعة أيام لا تحلم. قلت: يا أخوان أعرف أبو عبد الرحمن جيد، والله الذي لا إله إلا هو سوف تصلون عليه صلاة الجمعة غدا إن شاء الله، ليس تعلي على الله، لكنني أعلم أن
أن الله سبحانه وتعالى سيكرم أهل كتاب الله، لأنه ممن حفظ كتاب الله خالصا لوجهه ولا أزكي على الله أحد. قلت اسعوا، أنت يا فلان وفلان، اتصلوا على السفارة ومجموعة من الشباب يذهبون إلى السفارة من الرياض إلى الرياض، يذهب إلى سفارة مصر، والده يرسل تصريح دفن في المملكة، والمرور في منطقة المكان في ضواحي بريدة، المرور أنا أكفيكم إياه. كلمت أحد الأخوة ضباط هنا، وسعينا من بعد صلاة العصر يوم أتت الساعة 2 صباحا وأوراقه جاهزة، ونصلي عليه صلاة الجمعة، والذي جل جلاله إني ألتفت إلى الصفوف لا أجد حدا لها. والله إني في الصف الأول أعيان أهل عنيزة وكبار أهل عنيزة، يقول هذا من أعيان البلد، من هو؟ غريب، ما نعرف هذا الرجل، من هو؟ الشياب أهل الصف الأول، هذا من هو؟ قال أحد له: هذا مصري، إذا كنتم لا تعرفونه يا أهل عنيزة فإن الله جل جلاله يعرفه. صلينا عليه وحضر جمع غفير يا أخوان، فهذا كرامة من كرامات الله لأوليائه، ولا أزكي على الله أحد، أسأل الله يجمعنا وإياه في جنة النعيم. إذا رأيت يا أخي أهل الخير ومآلهم وأهل الشر ومآلهم فقدم لنفسك، انفع نفسك يا أخي، انفع نفسك، فلا ينفعك إلا ما قدمت لنفسك. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمعني وإياكم في جنات النعيم، وأن يجعل هذه الكلمات خالصة لوجهه، نافعة لي ولكم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صلى الله عليه وسلم.